ها هما هادو ماشي ديال التبوريضة، واخا كاع يكونوا ديال التبوريضة، ما كايناش هاد القضية. ما ديهمش شي فيلم وشي بلاد، ما تخليهمش هنايا. القانون على كل شيء. شوف. فين؟ زيد. عطوك هاد السيمانة. سمعتي؟ راه المرة الجاية الحج، الحج، واش عرفتي شحال كيتقاموا الليلة؟ لا صافي. وما باقيش شدوهم. لا صافي صافي. صافي؟ آخر مرة. للمشاهدة قناة شوف تيفي، فحنا كنقوموا بواحد الجولة في لافيراي ديال أهل الغلام. هناك إسطبلات، رجال السلطة المحلية كيتأكدوا من خلو هاد الإسطبلات، وكذلك كيتم إنذارهم من أجل المنع ديال بيع أو تربية المواشي، لأن هناك قرار صادر من طرف مجلس مدينة الدربيطاء والأوامر كيطبقوها رجال السلطة المحلية. العديد من الإسطبلات اللي حاولوا أنهم يقوموا بتفتيش من أجل التأكد من خلو هذه الإسطبلات من المواشي والأغنام، وكذلك حتى السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هاي تي خالد الشي. ايوا صافي. اوكي انا ما كاين والو. ندخلوا اليوم. شوفوا هنا بعدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. علمت بيا ياس. ما تقول ليش بحال شي واحد ما علمتونيش. كنت عليكم ذاك النهار. علمتينا حيت دابا الامور مضبوطة. حيدتيهم. انت كتشوف على علمك. حيدتي هادشي. حيدتي هادشي الله يحفظ بيه الوالدين. دابا هادشي حنا راه وثقناه. ما نرجعوش مرة أخرى غنتظروا. صافي. إن شاء الله. إن فوق وجهك ما بقيتش تعرف. سالينا مع هذاك السيدي. إذا هادو هما الإسطبلات اللي كانوا كيف كتشاهدوا بأنهم فارغين، تم التخلي عن تربية وبيع المواشي بأهل الغلام. تابعة لسيدي مؤمن. صافي مزيان نقيو هادشي والمحل هادشي ما يزعجش. العاوني ياك. العاون. شوف نقي هادشي صافي، ما نلقاش باقي، ما تعاودش ترجع ليا الغنم. لا الدواء كون جينيرال، راه هادشي غيبقى ديما. هاد المراقبه راه ماشي إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، فإلى هنا ربما غادي تنتهي هاد الجولة الإنذارية لبائعي ومربي المواشي والدواب عامة هنا بمنطقة سيدي مؤمن أهل الغلام. تبارك الله. الإخوان جمعوا.
لينا. نشكركم كاملين اللي شاركوا في نجاح هذه العمليه. الحمد لله راه مرت بسلام، هذا هو الاساس. حققت النتائج ديالها، غير نتمنوا ان هذه المكاسب اللي كسبنا في اطار تحرير الملك العمومي انها تستمر. المسؤولين بالدرجه الاولى هما اعوان السلطه، لان هما العينين ديالنا في الطيران، كل واحد في القطاع ديالو. راه دابا تحرر ومازال راه غادي كاين عمليات اخرى غتدار من بعد. ايضا نتوما اعوان السلطه، ردوا البال، واي حاجه حنا مستعدين في اجتماعنا اليوم نجتمعوا غدا ونجتمعوا بعد غدا في اي حتى نحافظوا على هذا النفس. كنشكروا ايضا القوات المساعده اللي تعاملوا معنا، وكنشكروا بالاساس التغطيه الاعلاميه اللي هي اللي ازرتنا وكتسلط الضوء على هذا العمل اللي كنقوموا، وفي نفس الوقت كدير واحد التحسيس للساكنه باش ما يتجاوزوش في احتلال المتهمات. نشكرك سيد القايد ديال السلام واحد، ونشكرك سيد القايد ديال الامن. شكرا سيد القايد. انا ما بقى لي ما نضيف، ما بقى لي ما نضيف على هذا الشيء اللي قال سيد القايد. كنشكر جميع الاطراف، جميع الناس اللي تعاونوا معنا اليوم. واخا حنايا بروغرامينا هذا الشيء غيكون من الاربعاء للاربعاء، ولكن هذا لا يمنع اي وقيت شفنا انه كتستدعي الضروره حنا غنتعاونوا بيناتنا لانجاح هذه المهمه حاليا اللي هي ديال تحرير الملك العمومي. وكنتمنوا ان شاء الله انها تبقى ديما مع كما قال سيد القايد الحفاظ على المكتسبات. كاين واحد المنزل الشرطه الاداريه راه ما كتشكرتهمش بطبيعه الحال هما الاولين. بالاضافه غادي نشكر جميع المتدخلين بصفه عامه، الشرطه الاداريه، القوات المساعده، عناصر ديال الاعوان، اعوان السلطه اللي عندهم واحد المجهود. كنتمناو انه يكون هو العين ديالنا في هذه المنطقه ونحافظوا على الاستمراريه. المردوديه بالنسبه لهذا النهار كانت جيده. جميع المتدخلين شكرا موجه لكم. حاولوا المرات المقبله ان شاء الله اننا نكونوا كاملين بنفس العناصر بنفس المجهود، وتكون ان شاء الله خدمه اكثر حسن من هذا الشيء. ان شاء الله. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي إلى هنا غادي نوصلوا لنهاية المباشر. كانت هذه كلمة شكر وكنشيمة من أجل تنسيق للحملة اللي غادي تكون في المرة المقبلة. دائما غادي يكونوا حملات كيف قلت من قبل بأن غادي تستمر على مدة شهور وسنوات إلى أن يتم تنظيم كأس العالم إن شاء الله. وتصبح مدينة الدار البيضاء كباقي المدن الجميلة مثل مدينة أكادير، طنجة ومراكش. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.